سبيل العزيز محمد خاتم. شكرا لكباتي الاعزاء في الاستوديو وايضا للزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير عبر قنوات SSC سبورت هنا في هذه الأمسية الكروية الكبيرة في مدينة الطائف، في مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية، حيث اللقاء الكبير الذي يجمع بين النصر واتحاد المنصيري التونسي في الظهور الثاني لكلا الفريقين في هذه المسابقة، وهنا وسط حضور جماهيري كبير لأنصار العالمي في هذه الليلة الكروية، تقريبا هو الظهور الحقيقي للنصر في هذه البطولة بعد أن كانت المباراة الأولى صعبة على المستوى البدني، بعد رحلة شاقة جاء من اليابان، بعد معسكر أيضا طويل للنصر في هذا الصيف استعدادا للاستحقاقات القادمة. هنا في هذه المباراة وفي أجواء مرسول بارك وأمام هذه الجماهير بهذا اللون الأصفر، بالطموح الكبير، بأن أيضا الكثير من العشق والانتماء مع الكثير من الأسماء العالمية التي تشارك النصر في هذا الموسم. تصور أننا في هذه الليلة سنعلق في مباراة في تشكيل النصر متواجد عدد مهم من الأسماء الكبيرة راح نتحدث عنها لاحقا، لكن قبل كل شيء حديث عبد الرحمن جاسم حكم المونديال القطري مع كريستيانو من جهة، بشير سعيد من جهة كل التوفيق للطاقم التحكيمي القطري في هذه الأمسية بقيادة عبد الرحمن الجاسم واللي يساعده طالب سالم وسعود أحمد. عادل النقبي الحكم الإماراتي متواجد في غرفة الفيديو في هذه الأمسية الكروية، بشير سعيد، ياسين الشيخ، ناود فابرس، وائل عثمان، هشام بكار، مبكر سار، علاء دريدي، فرات السلطاني، شهاب جبالي، إدريس المحيرسي، وأيضا مبكر تراوري في قائمة فريق الاتحاد المنصيري من تونس. قائمة النصر في هذه الأمسية: نواف العقيدي، سلطان الغنام، لا تامي، مادو، عبد الرحمن غريب، خالد الغنام، ثم أليكس تيليس، بروزوفيتش، سيكو فوبانا، أندرسون كاليسكا، كريستيانو رونالدو، على الأقل أسماء الخمسة تلعب في صف أول في أعرق وأكبر أندية أوروبا في تشكيل النصر الحالي مع وصول ساديو ماني. يمكن لهذا الفريق حسب رأي الشخص المتواضع أن يتواجد في ربع نهائي دور الأبطال. كل التحايا لكم أينما كنتم، ونرجو للجميع مشاهدة ممتعة في هذه الأمسية الكروية العربية على كأس الملك سلمان الأندية، بالتأكيد هنا الطائف والأجواء الربيعية، وبالتأكيد هنا النصر واتحاد المنصير، وبالتأكيد هنا كريستيانو الذي وصل إلى السعودية قبل الجميع لكي يفتح المجال أمام وصول الكثير من الأسماء الكبيرة في الموسم الجديد في دوري روشن. لكننا اليوم في طابع عربي في هذه الأمسية بين اتحاد المنصير التونسي الذي يلعب أمام النصر، وبطبيعة الحال كما يعلم الجميع النصر في المباراة الماضية تعادل بدون أهداف ضد الشباب في هذه المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، في الوقت اللي فيه اتحاد المنصير تعرض لهزة قوية، زلزال في أول مبارياته، خسارة مدوية كانت أمام الزمالك المصري، الزملكاوية فازوا بالأربعة ولكن تعثروا في المباراة الثانية. شباب في صدارة هذه المجموعة بأربع نقاط، النصر انتصار هذه الأمسية يجعل يصل إلى أيضا أربع نقاط وانتظار الجولة الأخيرة. اتحاد المنصير يعلم جيدا أنه خسارة هذه المباراة ستجعل يودع البطولة مبكرا، ولذلك فإن أمله سيكون في الحصول على نتيجة إيجابية أو الخروج المبكر في هذه البطولة. الكرة لمادو في وسط الميدان،
فوفانا، لمسة إلى نجم إنتر، بروزوفيتش واحد من أهم اللاعبين في هذا الموسم اللي وصلوا فيه في ملاعب المملكة. بروزوفيتش بلمسة أمامية نصراوية، محاولة من جانب تاليسكا، كريستيانو يلعبها إلى فوفانا، تبادل كروي تصل على جهة اليمين إلى سلطان الغنام، بلمسة إلى تاليسكا، سيكو مرة أخرى، فوفانا إلى تاليسكا، انتظار من رونالدو، كرة للأمام لكنها عدت. حلوة حلوة حلوة، عمل كبير في اللقطة الماضية، عمل كبير في اللقطة الماضية بين تاليسكا وفوفانا، وانتظار بعد ذلك كريستيانو رونالدو. الموسم الماضي عانى النصر بعض الشيء على مستوى التغيير الجهاز الفني، الإطار الفني أثر على مردود الفريق، لكن في هذا الموسم مع بداية كأسر، لكن هذه محاولة بعيدة تبدو في الأخير انتهت إلى ركلة مرمى. في هذا الموسم النصر تعاقد مع لويس كاسرو، المدرب البالغ من العمر 61 عام، اللي ربما يجد في أو يضع أهداف أو أولويات في هذا الموسم على مستوى الاستحقاقات لموسم النصر اللي يقاتل على جبهة العربية، ولاحقا مباريات الأولى أو مشواره، بداية مشواره على مستوى الدوري المحلي ثم الكؤوس المحلية، كأس ملك وسوبر. حلوة 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 من رونالدو بين رونالدو وتاليسكا، عمل كبير. حلوة من أندرسون للوراء، هنا بروزوفيتش، مجموعة من التمريرات، كريستيانو العائد للوراء، تاليسكا، أندرسون يكسب الخطأ لمصلحة النصر. كثير من الكلام حول تاليسكا انه يوم في القمة ويوم يتوارى او يتراجع مستواه او يكون بعيد عن الأنظار، لكن ارى في تاليسكا مع حضرة هؤلاء النجوم اليوم في حيوية اكبر وفي شغف اكبر وفي رغبة على ان يقدم افضل ما لديه. كرة تصل الى الأجامي، لمسة على جهة اليمين، محاولة نصراوية الى خالد الغنام، قياسا بالامكانيات اليوم نتوقع مباراة في افضلية للنصر، صعبة للغاية بالتأكيد على فريق اتحاد المنستير التونسي اللي يأمل في ان يتجاوز الدقائق الاولى في هذه المباراة. بروزوفيتش يلعب كرة طويلة باتجاه رونالدو، لكن التغطية الدفاعية وبعد ذلك سهل الكرة الى حارس المرمى بشير سعيد في حراسة مرمى اتحاد المنستير التونسي. انيس بن الحبيب هو المدير الفني اللي تعرض لخسارة مدوية في الظهور الأول أمام الزمالك المصري. الكرة لحارس المرمى، بالتأكيد كل الأمنيات بالتوفيق الفريقين في تقديم عطاء كبير ومستوى كبير في هذه المباراة. التغطية، الكرة أقرب إلى فوفانا قائدي لانس الفرنسي السابق، النجم الدولي العاجي في أول موسم مع النصر، هذه كرة وفي ثاني مباراة رسمية. بروزوفيتش انتظار، الكرة إلى الغنام، بروزو مرة أخرى، واحد من أهم اللاعبين بالتأكيد بروزوفيتش، ومن أهم الانتدابات هذا الموسم في تشكيلة النصر، حفظ التوازن وإعطاء التوازن والقدرة على قراءة اللعب. غريب يحاول النصراوية في هذه الأثناء، الكرة لمين؟ فوفانا وين؟ اللمسة لتاليسكا، مجموعة من التمريرات النصراوية، الفريق التونسي يتراجع بأكبر عدد من اللاعبين، لكن التمريرة ليست لأحد، لدفاع اتحاد المنستير، الاعتماد على المرتدات. وأمام هذه الصعوبات بصراحة يحب الفريق التونسي أن يتجاوز الدقائق الأولى، يحب النصر أن يسجل مبكرا لإراحة أيضا أعصاب مشجعي. لمسة بدون أو بتغطية تعود إلى بروزوفيتش على جهة اليسار، تيليس نجم يونايتد السابق وأيضا لاعب في بورتو، كرة من فوفانا إلى بروزوفيتش، العودة بجانب رونالدو، رونالدو يحاول التمرير، رونالدو مر، رونالدو مر، رونالدو مر، رونالدو يحافظ على كرته، غاب من السيقان، لون أزرق طاغي في تشكيلة الفريق التونسي. تاليسكا يحاول تغطية، تدخل أكثر من لاعب في هذه الأثناء، وبعد ذلك الكرة أقرب إلى تيريز. بدالي أنها مباراة في اتجاه واحد نحو مرمى واحد في طريق واحد، النصر يهاجم والفريق التونسي متراجع. الكرة بالغريب، الغريب يلعب كرة صعبة بعيدة على تيريز، بعيدة اللقطة الماضية على أليكس، تحولت في الأخير إلى ركلة مرمى لفريق الاتحاد المنستير التونسي. الحارس بشير سعيد، معاناة كبيرة بالتأكيد للفريق التونسي في احتواء خطورة لاعبين بقدرات عالية وفق الإمكانيات. أتكلم النصر أعلى
بمراحل من خصمه في هذه المباراة. لذلك أنيس بن الحبيب يعرف جيدا قدرات الخصم، يحاول للعب مباراة دفاعية ويعتمد بعد ذلك على المرتدات، سلاح الكرات الثابتة، شيء يمكن أن يحاول من خلالها المنستيري الحصول على شيء. الكرة في وسط الميدان لمصاعة سلطاني، كانت بن إدريس جهة اليسار، هشام يحاول، لمسة من هشام بكار بدون تركيز، بعيدة رمية جانبية. الأجواء كبيرة قبل انطلاقة هذه المباراة، الحضور الجماهيري بدأ لكأنك في مرسول بارك، اللون الأصفر الطاغي جاء لمساندة أو تحية هؤلاء اللاعبين، بالذات الأسماء الجديدة، والرفع من حالة المعنوية الفريق بشكل عام. بدأ لأن الجمهور يحب أيضا أن لا تفوت هذه البطولة. لمسة حلوة تصل على جهة اليمين، خالد الغنام تغطية وتدخل أمامه، إبعاد من الدفاع يعطي الفرصة، شوف فوفانا تدخل أمامه، ثم بعد ذلك لكن كنترول حلو، وبعد ذلك يكسب الكرة إلى رمية جانبية. طبعا جايك في قمة مستواه بالنسبة لفوفانا بعد موسم كبير جدا في لونس. تمريرة الرد إلى بروزوفيتش، بروزوفيتش هو الآخر، وصل النصر وهو في قمة مسيرته الكروية. لنتكلم على 7 أشهر الأخيرة، بروزوفيتش وصل إلى نهائي تشامبيونز ليج مع إنتر وثالث العالم. هذه كرة إلى فوفانا، فوفانا تاليسكا تمريرة، لكن الدفاع تدخل. حلوة اللقطة الماضية، جميلة هذه الشراكة والثنائية والمهارة بين عناصر النصر، بين فوفانا وتاليسكا. التدخل الخطر يأتي من كل مكان، الضغط العالي، الخطأ على تيريس، سرعة إيقاع في فريق النصر، ضغط عالي على حامل الكرة، إجبار الفريق التونسي على التراجع للوراء. طبعا اتحاد المنستير يجد صعوبة كبيرة جدا في احتواء خطورة أكثر من لاعب عنده الإمكانيات العالية وعنده المهارة العالية على مستوى الشق الهجومي وأيضا في وسط الميدان. رمية جانبية لتيريس، بعيد الكرة على أبو بكر تراوري، المهاجم الوحيد في تشكيلة الاتحاد المنستيري التونسي. لمسة تصل إلى خالد الغنام، عودة من خالد الغنام في وسط الميدان، تاليسكا، كرة إلى عبدالله مادو، تليز على جهة اليسار، بروزوفيتش يحاول بناء الهجمة، تغيير اتجاه اللعب إلى غنام، بعيد الكرة صعبة وفي الأخير تحولت إلى رمية جانبية. بعيد الكرة الأخيرة، مرات قليلة نشوف يا بروزو يخطئ في تمرير الكرة. لنتكلم على أحد أفضل لاعبي الارتكاز في العالم واللي عنده القدرة الهائلة على إعطاء التوازن في وسط الميدان، سنوات من التألق في تشكيلة إنتر بالنسبة لبروزوفيتش، اللي كان لكونتي دور كبير جدا في تطور هذا اللاعب، وبعد ذلك حصوله على المكان الرئيسي في خط وسط إنتر ثم في منتخب كرواتيا. بعيد الكرة رمية جانبية، تدخل بجانب مادو، الاعتماد على لاجامي ومادو في وسط الدفاع في مباراة الليلة بالنسبة لتشكيل لويس كاسترو. رمية جانبية بكار، هشام طويل للأمام، تراوري يحاول، تدخل أقرب إلى فوفانا، تحرك بجانبي غريب، البناء في الجهة اليمنى، المهارة عند الغنام، التحرك عند كريستيانو، الهجمة عند النصر، التمريرة فيها تغطية، الكرة لمصعة الفريق التونسي المعتمد أكثر على المرتدات، الانطلاقة في مثل هذه الكرات، سلاح الفريق التونسي التوانسة في هذه المباراة، اعتمادهم أكثر على الهجمات العكسية أو الكرات الثابتة. الدور الكرة بين عناصر اتحاد المنستير، جبالي بعودة للوراء، وائل عثمان، هشام بكار بلمسة طويلة أمامية فيها تغطية من جانب الدفاع، لجامي مرة أولى، لجامي مرة ثانية، يحافظ على الكرة يعيدها إلى بروزوفيتش، تحول على مستوى الهجوم بالنسبة للنصر. بروزوفيتش، خالد الغنام، تكلم على فريق يقاتل على كل الجبهات، بالتالي يحتاج إلى أكبر عدد من اللاعبين، إلى جاهزية تامة، إلى صلابة كبيرة، إلى أداء تكتيكي عالي، إلى استقرار، إلى رغبة في تحقيق كل الأهداف الممكنة لهذا الموسم على مستوى البطولات، في انتظار وصول أسد تيرانغا، ساديو ماني،
في تشكيلة النصر. لذلك من الواضح للجميع أن النصر في هذا الموسم أصبح فريق يمكن له أن ينافس بصراحة أنه بهذه الإمكانيات وربما أيضا أسماء جديدة أنه يصل حتى إلى ربع نهائي دور الأبطال. أتكلم بصراحة وفقا لإمكانيات كبيرة جدا يملك هذا النادي. الكرة اللي كان فيها تغطية وتدخل أمام خالد الغنام، رمية جانبية، تمريرة الرد تعود مرة أخرى لعناصر فريق اتحاد المنستير، لمسة وتمريرة في وسط الميدان، ضغط عالي من جانب بروزوفيتش أمام على أدريدي، بكاري، شام، شياب الجباري، أدريدي بعودة للوراء، بعيد الكرة، رمية جانبية. 11 دقيقة لعب في هذه المباراة، جمهور نصراوي كبير شفناه حول حافلة الفريق بألوان النصر، بطقم النصر، بزي النصر. في اليابان كانوا ينتظرون الأسماء الكبيرة وعلى رأسها كريستيانو، شعبية كبيرة جدا في كل مكان وسط ردود أفعال وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. لون النصر والشعارة عند الأجانب كان واضحا للجميع في كل مكان، وبطبيعة الحال شعبية كريستيانو الهائلة ساهمت أيضا في صلب شعار النصراوي إلى كل مكان في العالم. ونشوف قميص النصر في أماكن متعددة من العالم، بجانب قمصان الأندية المعروفة والكبيرة على غرار الريال والبارسا وقيمة وأفضل وأبرز أندية إنجلترا على الإطلاق، وأيضا البايرن وغيرهم من الأندية الكبيرة طبعا كيونايتد وسيتي وليفربول وتشيلسي. شوف أيضا قميص النصر يكاسر بين هذه القمصان وسط انتظار من مناصريه إنه لهم هذا الموسم يكاسر الألقاب، سعادة الدوري، كاسروا المنافسة بقوة، الفوز بالآسيوية، نصر العالمية، وأول من لعب الكرة أو في بطولة العالم للأندية على مستوى الروح. كرة عرضية، محاولة لمصلحة الفريق التونسي، تغطية وتدخل، غنام رأسية بعيد عن الكل، تعود الفريق التونسي أمامية بدون تركيز، بعيدة طبعا. فريق اتحاد المنستير أسس في 17 من مارس 23، تتكلم 1923 عن فريق عنده 100 سنة كرة. لمسة على جهة اليمين، محاولة نصراوية، الغنام، الكرة باتجاه حلوة من تاليسكا لكنها لم تكتمل. سعد هاندرسون، تاليسكا، تيريس إلى كريستيانو، بروزوفيتش، لمسة إلى فوفانا يبحث عن حلول الاختراق، العودة بعد ذلك على جهة اليمين، عرضية داخل منطقة خطيرة لكن الدفاع، شوفها فوفانا بدأ الهجمة، فوفانا في واهلة تحرك إلى قلب الهجوم. فوفانا قبل ذلك كان يتراجع لتأدي الدور دفاعي. دينامو في وسط الميدان قادر على إعطاء حيوية أكبر لوسط النصر، الكرة تصل في الجهة اليمنى، محاولة نصراوية، فوفانا تحضير بالرأس، انتظار كريستيانو، صعب التمريرة، بعيدة عن الهجوم النصراوي، أقرب لعناصر الفريق التونسي اتحاد المنستير. كنت أتكلم على فريق عمره 100 سنة بالنسبة لاتحاد المنستير. جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري من المدارس العريقة بصراحة في الكرة التونسية، اللي أنجبت أسماء كبيرة في أوقات مختلفة، وتكون الكثير من الاحترام لعراقة هذا النادي وتاريخ هذا النادي. نعم أقل من الأندية الأخرى في تونس على مستوى تحقيق البطولات، ولكن فريق عنده تاريخ طويل وعراقة، أسس تحت اسم بروس بيناسبور وهو الاسم الروماني لمدينة المنستير في السابق. هذه كرة لمصلحة اتحاد المنستير في جهة اليمين، الكرة لياسين شيخ، طويلة بعيدة عن الكل، لقاء الأشقاء على ملاعب المملكة. هذه كرة عرضية أقرب إلى بروزوفيتش، لمسة إلى مومارا، شوف الصلابة والقوة المهارة، شوف مع بروزوفيتش، لمسة إلى كريستيانو، انتظار مساعدة، خطأ احتسب الحكم بالسلامة لكريستيانو. شوف ردة فعل الجمهور، ليس فقط الجمهور موجود في المدرجات ولكن
في كل مكان من في العالم من عشاق كريستيانو رونالدو بطبيعة الحال، لأنه اليوم متتبعي نصر ليس أنصار فقط، ولكن الكثير من عشاق كريستيانو نفسه اللي لديه شعبية كبيرة للغاية. وهذه الكرة فيها خطأ لمصلحة رونالدو، خطأ لرونالدو، جهة اليمين تصل الكرة لمصلحة خالد الغنام. سيطرة نصراوية بلغة الأرقام، ولكن حتى الآن لم يصل إلى مرمى الحارس بشير سعيد. في الوقت اللي فيه اتحاد المنصير لا زال يحافظ على مرمى ويعلم أنه أي هدف ممكن أن يؤثر على معنوياته بعد ذلك، ويخشى أنصار أيضا من الانهيار مثل ما حدث في مباراة الزمالك. الكرة تعود مرة أخرى إلى مبارا بروزوفيتش، يبحث عن تمرير، لمسة إلى تيريس، أليكس بروزوفيتش، كريستيانو، حلوة باتجاه غريب الونتو، جميلة لكنها لم تكتمل. التدخل والإبعاد بعد ذلك من حارس المرمى، ساعدها بوبكر تراوري، المرتدة لمصلحة الجبالي، تغطية وتدخل رائع أيضا من جانب المدافع الأيمن سلطان غنام، ثم إلى مادو. لويس كاسرو قام بعمل معسكر تدريبي للنصر في هذا الموسم، بعض المباريات المهمة في البرتغال ثم بعد ذلك في اليابان، وأيضا مقابلة أندية صف أول مثل بي إس جي وإنتر بنفيكا. كل هذا كان حتى قبل اكتمال صفوف الفريق كاسرو. الآن تدريجيا يكتمل الفريق. وصل بروزوفيتش، دخل في التشكيل فوفانا، ثم أيضا في انتظار ساديو ماني اللي سيعطي قوة أكبر في الشق الهجومي على مستوى الجناح. إضافة إلى ذلك فإن ساديو ماني جناح هداف قادر على صناعة الفرص واستغلالها بأرقام كبيرة جدا مع ليفربول. وقت وصوله نتكلم عنه ساديو الكبير عندما يأتي إلى النصر الكبير هو الآخر. تصل كرة لمصلحة إلى جامي بروزو، انتظار كرة من جانب فوفانا، تمريرة الرادزيكو فوفانا، كرات بين عناصر النصر في هذه الأثناء، محاولة باتجاه مادو، المنافسة ستكون صعبة شرسة قوية هذا الموسم. كرة باتجاه تاليسكا يلعبها عرضية لكنها سهلة في يد الحارس بشير سعيد، سهلة في يد بشير سعيد. تقريبا 18 دقيقة لعب في هذه المباراة بدون فرص حقيقية، بدون خطورة حقيقية على المرمى، بالقليل من الشراسة رغم وفرة الإمكانيات عند النصر، بالكثير من الهدوء والانضباط بالنسبة لفريق الاتحاد المنصوري. لمسة على جهة اليسار، تغطية من جانب سلطان غنام إلى نواف العقيدي حارس المرمى، فوفانا العائد للوراء، بروزوفيتش، أندرسون، تاليسكا، تحرك بجانب غريب، تصل إلى تيريس، كريستيانو رونالدو، تيريس، فوفانا، محاولة نصراوية. غنام، بروزو، لار خطيرة، بروزو خطيرة، بروزو حول كرة على جهة اليمين الغنام، التمريرات المثقلة، بروزوفيتش العرضية خطيرة لكنها تبعد في اللحظة الأخيرة، بالمليمتر دائما ما يحط هذا بروزوفيتش. القدرة الهائلة على قراءة اللعب وتمرير الكرات المثقلة بشكل مذهل بصراحة، منذ كان في دينامو زغرب والفترة اللي تجلى فيها في إنتر في إيطاليا. تعود الكرة إلى سلطان الغنام، تمريرة الرد، بروزو مرة أخرى في وسط الميدان يحاول بناء الهجمة للنصر، العودة إلى مادو، طبعا تراجع بجل اللاعبين، تكريم الفريق بأكمله في ملعب اتحاد المنصير في الخلف بأكبر عدد من اللاعبين، دخول تاليسكا كمهاجم ثاني في هذه الأثناء، عرضية خطيرة إلى كريستيانو، رونالدو داخل منطقة الجزاء، حطها لتوريس تسديدة لكنها مرت حلوة 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 حلوة
واللقطة الأخيرة لكنها لم تكتمل. تهديد حقيقي وتحدي من جانب توليس في ظهور هنا في هذه اللقطة، ظهور في المرة الأولى في المملكة بالنسبة لأليكس، لكن التسديدة جاءت بمحاناة القائم، خطيرة لمصنع النصر. قلت بأن الخطر يأتي من كل مكان. مدافع أيسر كان في الشق الهجومي في اللقطة الماضية، بعيدة وفي الأخير إلى بشير سعيد. مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، الملعب تقريبا ممتلئ من جماهير النصر اللي كان عندها أجواء كبيرة قبل انطلاقة المباراة. بالسلامة إن شاء الله. كنت أتكلم على أنه هذه الأجواء بدالك أنه مباراة تقام في مرسول بارك. طبعا جماهير نصر متحمسة بشكل كبير جدا لبداية هذا الموسم، متشوقة أنه يكون سنتها وموسمها، وأنه يكون عندهم سيطرة على البطولات في هذا الموسم. كل شيء جاهز لأنه يكتسح النصر الساحة، ولكن المنافسة أيضا لن تكون سهلة أمام فرق قوية. إنما في ظل هذا الإرث الكبير اللي عندك والتاريخ العظيم اللي لدى هذا النادي ووصول أسماء لها إمكانيات أن تلعب في أعتى أندية أوروبا، وفريق عنده شعبية في كل مكان في المملكة، إذا كل المعطيات الآن تؤكد لك أنه النصر قادر على أن يلبي طموحات جماهيره وأن يعيد الألقاب مرة أخرى إلى خزائنه والكؤوس الذهبية، وأيضا أن تغني جماهير النصر لأمجاد فريقها، جماهير النصراوية العربية والجماهير النصراوية الأجنبية اللي تحب النصر وتعشق أيضا كريستيانو وزملاء من أجل بلوغ نجاحات كبيرة في الموسم الجديد. أجواء كبيرة في المدرجات. بروزوفيتش أحد أفضل لاعبي الارتكاز في العالم. كريستيانو بالتأكيد ينتظر مساندة أكبر أو تمريرات أكثر في الدقائق القادمة، لأنه بصراحة اتحاد المنستر ينظم دفاعه بشكل كبير. كل ما ذكرت قبل لحظات عن جمهور النصر الآن تسمع في المدرجات كثير من الحماس والشغف في هذا في انطلاقة هذا الموسم. لمسة من جانب تاريسكا حلوة، لكن التغطية أيضا رائعة من جانب عناصر اتحاد المنستير، تقريبا بالقليل من الأخطاء، لا أقول بلا أخطاء بالنسبة لدفاع الفريق التونسي. تعود إلى بروزوفيتش، تاليسكا يلعب الكرة إلى خالد الغنام على حدود منطقة الجزاء، انتظار مساندة سلطان عالجيات اليمنى. بعودة لمن؟ لخالد مرة أخرى. المهارة الفردية أمام الوفرة الدفاعية. الغنام الأداء الفردي لم يكن كافيا في اللقطة الماضية، تغطي أمامه، وبعد ذلك لعناصر اتحاد المنستير. بروزوفيتش للوراء، أقرب إلى تيليس، مادو، عبد الله بكرة تصل بعد ذلك لمصعة أليكس، تيليس، فوفانا أظهر لك إنه يلعب في النصر من 7 سنوات. فوفانا دخل في الجو سريعا، فوفانا الانسجام السريع مع هذه العناصر، ونفس الأمر ربما بروزو تنتظر منه أكثر وفقا لإمكانياته الكبيرة، لكن فوفانا يقدم عطاء كبيرا. كرة فيها تغطية وبعد ذلك إلى رمية جانبية. الجمهور يحب الإيجابية ويحب الأهداف. فريقين حتى الآن بدون أهداف بعد مضي تقريبا 25 دقيقة لعب، لا أهداف في هذه الأمسية. كريستيانو، رونالدو بعودة للوراء، تصل كرة لمصلحته إلى جامي، سلطان الغنام بكرة طويلة باتجاه رونالدو لكنها صعبة وبعيدة في الأخير، تحولت إلى ركلة مرمى. بعيدة الكرة عن كريستيانو رونالدو وفي الأخير إلى ركلة مرمى. لا يمكن أن يمر موسم بدون ألقاب على كريستيانو رونالدو الموسم الجديد. بالتأكيد أنه رونالدو يملأ الكثير من الحماس لتحقيق الألقاب مع النصر، ولأن يترك أثرا كبيرا أيضا مع هذا النادي بعد أن كان له أثر كبير جدا في الأندية التي مثلها، من سبورتنج لشبونة ليونايتد لريال مدريد وأيضا
يوفنتوس الإيطالي. الكرة تعود مرة أخرى في وسط الملعب لمساعة الفريق التونسي، يحاول على مستوى الهجوم في هذه الأثناء بكرة أمامية خطيرة لكنها أقرب إلى نواف العقيلي. نواف فومانا، فومانا يحاول بناء الهجمة، لمسة تصل بعد ذلك لمساعة سيكو. فوفانا بتمرير الخلف، كثير من الأسماء اللي جاءت من القارة السمراء كان عندها صولات وجولات في تشكيلة النصر في أوقات مختلفة. اليوم فوفانا يحب أن يترك هذا الأثر الكبير وأن يقدم المستوى الكبير مع فريق الجديد. لمسة تصل إلى رونالدو، يموه رونالدو. شو مر رونالدو في بعض المرات، كريستيانو كان يعود للخلف. فوفانا للغنام، تراجع مستمر، تراجع واضح لعناصر اتحاد المنصور. وفرة هجومية نصراوية ولكن بدون حلول حتى الآن. كرة أمامية خطيرة باتجاه بروزوفيتش لكن التغطية، تأمين الكرة بعد ذلك إلى رمية جانبية للنصر. رمية جانبية نصراوية، غنام باتجاه بروزوفيتش، تاليسكا في الخلف، كرة عربية حلوة وتسديدة لكنها لم تكتمل، لم تكتمل من كريستيانو. غريبة عادها للوراء، لا زالت اللعبة نصراوية. الكرة لفوفانا، حب رونالدو هدف في لوحة فنية ويبقى في الذاكرة إلى الأبد عند أنصارا، مثل تلك الضربة التي لا تنسى بقميص يوفي أمام أو بقميص ريال مدريد أمام اليوفي. لمسة بالخطأ من جانب تاليسكا في وسط الميدان. بوبكر سار بالكرة، سار بالتمريرة والانطلاقة والمحاولة للمنصر. الضغط العالي واستعادتها بسرعة للنصر من جانب الغنام بطريقة رائعة إلى بروزو. فوفانا في كل مكان، تاليسكا يحاول في هذه الأثناء. فوفانا بتمريرة على جهة اليمين، بعيد اللقطة في هذا المكان سيلعب ساديو ماني. تصور أنت مستوى ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك. شوف اللقطة، حبها رونالدو على طريقته الخاصة، مثل هدفي في مرمى يوفي، في مرمى بوفون أمام بولوتشي وأمام كليني. طبعا كريستيانو يبقى كريستيانو، يصل إلى 35 36 37 38 سنة، حتى 40 سنة، بنفس الشغف ونفس الجوع للأهداف والرغبة في الاستمرارية بأعلى مستوى. شيء نادر في الكورة بصراحة. الكورة تعود مرة أخرى للجامي، طويلة محاولة باتجاه كريستيانو، خطيرة لرونالدو، وكريستيانو أمام التغطية والتدخل، بدأنه فيها تسلل. نعم فيها تسلل على كريستيانو، فيها تسلل على كريستيانو. اللقطة الماضية بالسلامة لوائل عثمان. سلاح الكرات الطويلة، الغنام حطها لرونالدو لكن في مكان التسلل. نشوفها مرة أخرى. طبعا بالنسبة للمدرب لويس كاسترو، طالما لعب بكل إمكانياته في التشكيل الأساسي، يحب أن يتقدم، يريح أو يصل إلى هدف هدفين، يسيطر على المباراة، ثم ممكن مشاهدة أسماء أخرى. ملعب ممتلئ على آخره، جماهير العالمي في كل مكان، نصر شعبية جارفة في خارج المملكة أيضا، تتكلم على مستوى الوطن العربي. واليوم أيضا قمصانة في حتى على مستوى أوروبا وفي أمريكا، نشوف لون النصر وشعاره في العديد من الأماكن. لكن هذه الجماهير تحب أيضا نتائج إيجابية، تحب أيضا انتصارات وتأمل في ألقاب هذا الموسم. العائلة حاضرة، اللون الأصفر، كبار الصغار، جميع في أجواء ممتعة. جو في الطائف جميل للغاية، جو كورة، جو ممتع. فوفانا بذل جهدا كبيرا في مباراة الليلة ولكن لا زال جميع ينتظر أهداف في هذه المباراة. كرة تصل مرة أخرى، هشام بكار المدافع الأيسر بكرة أمامية،
وحاول لمصعتي المنستيري اتحاد المنستيري بكرة عرضية داخل المنطقة لكنها بعيد عن الكل. لا زالت في اللعب لياسين الشيخ غريب افتكها غريب عدى غريب مر غريب مر غريب مر إلى تاليسكا بروزوفيتش المرتدة السريعة إلى رونالدو حلوة 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 إلى الغنام على جهة اليمين للنصر في هذه الأثناء الغنام لبروزو التمريرة صعبة وفي الأخير إلى تيليس صعبة التمريرة في خطأ بالسلامة إن شاء الله لبوبكر تراوري شوفه مرة أخرى الخطأ موجود بالفعل على أليكس تيليس في اللقطة الماضية التسلل اللي كان موجود على كريستيانو بطولة في أجواء ممتعة للغاية في مباريات أيضا رائعة وفي تنافسية عالية البطولة اللي عانت في سنوات عديدة من استمراريتها بالنسبة للبطولة العربية أيضا بمختلف مسمياتها على مستوى الأندية العربية أبطال الدوري وأبطال الكؤوس أو دوري أبطال عرب بمستويات أو بمسميات مختلفة تصل كرة لمصعة التوانسة مرة أخرى اتحاد المنستير يحاول في هذه الأثناء لمن الكرة لبوبكر سار لاعب الارتكاز لمسة أمامية محاولة فيها تغطية من جانب مادو خطأ يحتسب حكم المباراة لمصعة مادو غريب فوفانا فوفانا يلعب كرة في وسط الميدان إلى تاليسكا لمسة على جهة اليمين إلى الغنام أندرسون عودة إلى الأجامي الغنام مرة أخرى تحرك من جانب بروزوفيتش مادو في كرة على جهة اليسار تصل إلى تيليس أليكس طبعا تيليز ايضا خد تجربه جيده في تركيا ولكن ايضا جاء من بورتو في مستويات كبيره ويقدم في عطاء جيد كره تعود مره اخرى من جانب فوفانا غنام طويلا للامام محاوله لكنها في يد الحارس في يد حارس المرمى بشير سعيد حتى الان الاتحاد المنستيري قادر على ايقاف خطوره الهجوم النصراوي لقطه التسلل اللي كانت على كريستيانو في اللقطه الماضيه في لقطة سابقة من تمريرة الغنام سلطان بروزوفيتش تعود الكرة بعيدة في الأخير أقرب إلى نواف العقيدي تستمر الأمور بهذه الوضعية سيداتي وسادتي في لقاء النصر واتحاد المنستير حلو الكرة من جانب رونالدو باتجاه تاليسكا لكن التغطية تدخل بعد ذلك خطأ احتسب حكم المباراة على أندرسون خطأ على تاليسكا تقريبا الظهور الحقيقي الأول في هذه البطولة بالنسبة للنصر لأن المباراة السابقة ضد الشباب صعبة وقيمت بعد تقريبا ساعات بالرحلة مرهقة في اليابان ليلى كاسترو يدخل معترك العربية للبحث عن انتصار يقرب من ربع النهائي في كأس الملك سلمان الأندية العربية إحدى الأهداف المهمة أيضا لموسم النصر مع الرغبة الكبيرة في استعادة بطولة الدوري طويل الكرة على جهة اليسار خطيرة لمصعة الاتحاد المنستيري هل هو تهديد أول بهذه الكرة تمريرة لكن بروزوفيتش في المكان المناسب في تأمين هالغنام بروزو مرة أخرى خالد الغنام لمسة بدون تركيز روعة كبيرة من جانب بروزو في لمسة يد على ما يبدو اللاعب يستمر في هذه اللقطة لمصعة الاتحاد المنستيري الكرة لياسين الشيخ عرضية ليست لأحد وحده بوبكر تراوري أقرب إلى العقيدي اشتباع أيضا بوجود لمسة يد على كل حال لم يتغير شيء على مستوى النتيجة تبقى على حالها الأصفار ولا زلنا انتظار فوفانا يحب يغير الأجواء في الملعب اللمسة على جهة اليسار من بروزو إلى تيليز تيليز بكرة عرضية لمن تغطية دفاعية كان رونالدو بعيد عادت مرة أخرى يعاود النصر الهجوم يستمر في الاندفاع طوفان نصراوي قادم كرة طويلة تغطية دفاعية إبعاد على مرتين الغنام التغطية أمامه الغنام الثاني في الجهة اليمنى انتظار لتاليسكا بروزوفيتش سلطان أندرسون تاليسكا عودة للوراء تغيير اتجاه اللاعب إلى تيليس
تيليز غريب على حدود منطقة الجزاء، غريب إلى تيليز كعداها إلى جهة اليمين عند بروزوفيتش، يحاول يمر بروزوفيتش عرضية لكن التغطية الدفاعية لا زالت خطيرة داخل منطقة. فوفانا يستعيدها حلوة على جهة اليسار إلى تيليز، خطيرة نصراوية من تيليز مرت وتبعد على مرتين. خلصها الدفاع التونسي في آخر لحظة أمام الزملاء كريستيانو. بومانا على اليسار، بومانا يلعبها إلى تيليز عرضية أخرى، إبعاد من الدفاع، استمرار للاندفاع، استمرار في النهج الهجومي القوي، استمرار في المحاولات النصراوية، واستمرار الصلابة الدفاعية والوفرة العددية للتوازن حتى الآن في الخلف. الكرة لمادو فوفانا، لا جامي، الغنام، تمريرة بينية من رونالدو فيها لمسة يد على ما يبدو، الحكم أعطى استمرارية لعب، لا شيء في قرار الحكم في اللقطة الماضية. شياب الجبالي عودة للوراء، هشام بكار، لكن أيضا بالنسبة للمدرب كاسرو أنه لازم يعرف أيضا أنه سيجد هذا السيناريو في مرات عديدة هذا الموسم على مستوى بطولة الدوري المحلي في المملكة، أنه أندية ستلعب بطريقة دفاعية أمام النصر، هذا متوقع للعديد من الأندية، أندية الظلة والأندية اللي اللي ترغب فقط في البقاء. أظن أنه ستنهج هذا وستلعب بهذا النهج الدفاعي ضد فريق كاسرو، بالتالي تتعود على هذا النوع من المباريات، تحاول إيجاد حلول للتعامل معها بشكل أفضل. لمسة باتجاه فوفانا، بروزوفيتش تحرك نصراوي في الهجوم على الجهة اليمنى، توزيع بروزو إلى غنام، الغنام كرة عرضية بالرأس عدت من رونالدو، الكرة صعبة وعالية شوية على كريستيانو. ثالث مرة الغنام يلعب لكريستيانو ولا تكتمل، مرة أولى كان فيها تسلل، مرة ثانية كانت صعبة اللقطة، ومرة ثالثة كان فيها أو كانت عالية شوية على رونالدو. إعادة للقطة كان فيها مطالبة كريستيانو بلمسة يد لم تكن في قرار الحكم موجودة، خاطئ احتسب حكم مباراة على فوفانا أو على مادو. لويس كاسترو 61 سنة، المدرب اللي حقق الدور الأوكراني مع شاختار دونيتسك في 2020، فترة بسيطة في الحيل القطري كان معها الفوز بكأس أمير قطر، فترة جيدة في بوتافوغو كانت فيها كثير من الاحتجاجات لجماهير برازيلية بأنه يترك الفريق البرازيلي ويذهب إلى النصر، لأنه الفريق كان يسير بشكل رائع في البرازيل مع المدرب كاسرو. كرة تعود مرة أخرى، لمسة فيها تغطية من جانب خالد الغنام، الضغط العالي في هذه الأثناء، خاطئ يحتسب حكم المباراة على خالد، اللي في كثير من المرات لا أقول في كلها ولكن في كثير من المباريات كان يؤدي بشكل أفضل، يبرهن على إمكانياته بشكل أفضل عندما يدخل كلاعب بديل وليس كلاعب أساسي. طويل الكرة أمامية، محاولة لمصلحة اتحاد المنصير في هذه الأثناء على حدود منطقة الجزاء، تحرك هجومي من ياسين الشيخ لكن بروعة تغطية تصل إلى بروزو، فيتش يوصل ميدان، بروزو بعودة للعقيدي، لمسة إلى تيليس، غريب على جهة اليسار، الكرة عند تاليسكا باتجاه فوفانا، قوة بدنية هائلة وجهد بدني كبير بجانب سيكو لرونالدو، يحاول اختراق الدفاع أمام أكثر من لاعب، تدخل سلطان يستعيدها، الانتظار من جانب بروزوفيتش، هذه خطيرة، بروزو عرضية حلوة بالرأس لكنها عدت، توقعتها خطيرة بالمليمتر، بروزو احطها بالمقاس، بروزو اللمسة الدقيقة الدقة المتناهية لضابط الإيقاع لنجم الارتكاز بروزوفيتش، حطها على رأس كريستيانو ولكنها مرت عالية شوية. وعاد بمحاذاة القائم، المرات القليلة اللي يجد فيها شوية نفس رونالدو بدون مضايقة دفاعية. طويلة الكرة أمامية،
لمسة فيها تغطية إلى بروزوفيتش، خطأ احتسب حكم المباراة. خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول. أصفار في هذه الأمسية بدون أهداف حتى الآن في لقاء النصر والاتحاد المنستيري. طويل كرة حلوة من جانب تارسكا إلى غريب، لكن التغطية أجمل أيضا من جانب ياسين الشيخ، وإبعاد الكرة إلى رمية جانبية. يعرف بالتأكيد الاتحاد المنستيري قيمة خصمه وإمكانيات خصمه، بالتالي أو منافسه، بالتالي يلعب بما لديه من إمكانيات، بالإمكانيات اللي يملكها. هذه كرة واحترام الإمكانيات العالية للنصر، بالتالي مباراة دفاعية بالكامل في هذه في هذا اللقاء، والاعتماد على المرتدات. هذا الشيء اللي يراهن عليه المدرب أريس بن الحبيب أمام فريق يلعب فيه كريستيانو، تاليسكا، وفوفانا، وبروزو، وتيريز، بالإضافة إلى أسماء محلية رائعة في تشكيلة النصر. بروزوفيتش، لا جابي، تيليس، بوانا، مادو، لاتامي، بروسو، فوفانا، بروسو. طويل الكرة خلف المدافعين، رائعة باتجاه غريب داخل المنطقة، يحاول غريب بلمسة لتاليسكا. الله الله الله، شباك أخيرا لأدغال تاليسكا، تمريرة بروزوفيتش، مهارة غريب، نهاية بهدف نصراوي جميل 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 جميل. بلقطة في منتهى الروعة. بروزو يا جماعة، بروزو، بروزو يا جماعة، بروزو، بروزو لاختصار المسافات، بروزو ليأتمن التمريرات، بروزو لصناعة الفارق. غريب عدى بمهارة، تاليسكا بلدغة، بضربة، بروعة، بتسديدة، بهدف نصراوي كان في الانتظار. النصراوية يحلقون في سماء الطائف الآن بأول ظهور حقيقي في العربية. بالنسبة لي على المستوى الشخصي أتكلم بعد مباراة صعبة بدنيا ضد الشباب، اليوم ظهور حقيقي لفريق كاسرو بعمل كبير فني في الشوط الأول، وأيضا بالتقدم في النتيجة بالهدف الأول لمصلحة أندرسون تاليسكا للنصر. هدف نصراوي في مرمى الاتحاد المنستيري في توقيت مزعج بطبيعة الحال للاتحاد المنستيري، وفي توقيت رائع بالنسبة للنصر الوصول إلى هدف قبل نهاية الشوط الأول. بعد كرة من جانب بروزوفيتش وتحرك ومهارة، عمل كبير بالتأكيد لغريب. مش كل المدح يكون عند الأجانب والخواجات، لاعبين بإمكانيات عالية يا جماعة ومهارات عالية. غريب كان دوره كبير في لقطة هدف تاليسكا. عقيدي بلمسة إلى مادو، فوفانا، عودة إلى لاجامي، كرة إلى بروزوفيتش، لمسة لمصلحة النصر. بروزو على جهة اليمين، الكرة لرونالدو، يحافظ على كورته، ينتظر أو يحاول الوصول إلى خالد الغنا. في اللقطة الماضية صعبة كانت الكرة، دفاع دائم، الرقابة لصيقة على رونالدو، ولمسة على جهة اليسار لمصلحة الفريق التونسي الاتحاد في هذه الأثناء. هل من رد الفعل في هذه الكرة؟ خطيرة الكرة، لكن عدت جميلة اللقطة الأخيرة، هل كان فيها تسلل؟ مش عارف. حلوة اللقطة الأخيرة لاتحاد المنستير، جميلة لكنها لم تكتمل لبوبكر تراوري اللي بدا لي أنه متسلل. نعم تسلل في اللقطة الماضية. بروزوفيتش يلعب الكرة، سلطان الغنام، بعد أن سجل نصر أفضليته على مستوى النتيجة بهدف، يحاول تهدئة الرتم وإنهاء الشوط الأول بهذا الهدف. مش عارف إذا كان المدرب أنيس بن الحبيب يفكر الشوط الثاني بنهج هجومي، أجدها مجازفة كبيرة وأراها صعبة للغاية. إذا كان كاسر يفكر في التغيير على مستوى العناصر، راحة أسماء لا أظن ذلك قبل حسم الأمور. على جهة اليسار حلوة من تيريز إلى غريب، تدخل وبعد ذلك رمية جانبية.
رمية أو إلى ركنية. تدخل في اللقطة الماضية غريب كان أوضح من خالد في الشوط الأول. خالد يحب يلعب في أوقات كثيرة على جهة اليسار. أظن هو حتى على المستوى الشخصي كان يحب يدي أفضل، أنه يرى أنه كان يمكن أن يؤدي بشكل أفضل في الشوط الأول. لكن في رأيي أيضا خالد أنه أمام أو معك هذه الكم من النجوم في فريقك لابد أن تقاتل على كل دقيقة تلعبها، وإلا فإنه لا أحد يضمن مكانه في تشكيلة فيها هذا الكم من النجوم. تيليس على تنفيذ ركنية نصراوية نحو القائم الثاني، تبعد أمام مادو. لمسة لمين لمصاعة اتحاد المنستير، مرتدة وانطلاقة سريعة، محاولة للبحث عن الثغرة في هذه الكرة، هجمة معاكسة لكن عودة أيضا رائعة. هذا الشيء أتكلم عنه، الاجتهاد، الاجتهاد يا خالد الغنام بعمل كبير في اللقطة الماضية. لمسة فيها تدخل، عدم تركيز من جانب تيليس لكريستيانو، مش عارف إذا كان متسلل في اللقطة الماضية. أمام كرة وائل عثمان، رمية جانبية. طبعا قدر كثير مجهودات اتحاد المنستير في مباراة الليلة الاتحاد المنستيري، ولكن يدركون أيضا المهمة لن تكون سهلة أمام هذا النصر. على سبيل المثال واحد من العناصر بروزوفيتش، نصر كان ينافس برشلونة للفوز في هذه الصفقة، نصر تفوق على برشلونة في الحصول على خدمات بروزوفيتش. واحد من الأمثلة اللي تجد فيها فارق كبير جدا في الإمكانيات بين الفريقين في مباراة الليلة. بالسلامة إن شاء الله، لقطات جميلة في المدرجات. أنه عمل كبير جدا أيضا من النادي في استقطاب النجوم لفريق النصر، تأكيد أنه أيضا جمهور عنده مسؤولية. هذا الموسم ليس دوره فقط الحضور إلى المباريات، لكن المساندة الحقيقية وأيضا طريقة طرق أخرى للتشجيع، محاولة إيجاد طرق أجمل للتشجيع والمؤازرة لهؤلاء اللاعبين. لأنه شوف جمهور نصراوي الكبير يمكن أن يعطي دور أكبر في هذا الموسم لفريقه بعمل أكبر على مستوى التنظيم الجماهيري، لأنه اليوم يساندك كثير من المشجعين الأجانب وليس فقط المشجعين السعوديين أو العرب لما لديك من إمكانيات في النصر وفي الأندية الأخرى الكبيرة الأربعة بالذات في هذا الموسم اللي أصبح لديها نجوم على مستوى عالمي وكبيرة جدا. بالسلامة الغنى، تغطية تدخل، بالسلامة إن شاء الله، دخول على الكاحل في اللقطة الماضية. بالسلامة نشوفه مرة أخرى، بدال احتكاك بسيط إن شاء الله. بالسلامة لخالد الغنام، عودة ونحن على بعد ثواني أخيرة على نهاية الشوط الأول. سيداتي وسادتي، عبر قنوات اس اس سي هنا في الطائف في كأس الملك سلمان الأندية العربية في الحوية هنا في مدينة الملك فهد الرياضية، النصر يتفوق على الاتحاد المنستيري بنتيجة هدف مقابل لا شيء في الشوط الأول بهذه الأمسية. ونحن بالتأكيد ننتظر نهاية الشوط الأول. تقدم مستحق لزملاء كريستيانو. الكرة تعود مرة أخرى إلى رونالدو. رونالدو بروزوفيتش، رونالدو انتظار، لمسة لتيليس، غريب يحاول التمرير، لمسة لكن فيها تغطية. الفكرة ذكية من تاليسكا لكنها عدت، وهنا في الأخير صافرة حكم المباراة في هذه الأثناء عبد الرحمن جاسم الحكم الدولي القطري ينهي الشوط الأول. سيداتي وسادتي بهذه الوضعية في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، بتقدم نصراوي بعد تمريرة رائعة لغريب نحو تاليسكا صاحب الهدف مع انتظار أيضا بصمة رونالدو في هذه الليلة. أشكركم على حسن المتابعة سيداتي وسادتي، ونلتقي مع حضراتكم بحول الله تعالى في الشوط الثاني من هذه الأمسية الكروية. شوط أول ينتهي، النصر السعودي هدف، الاتحاد المنستيري لا شيء. الآن عودة للزميل محمد خاتم بعد فاصل.
يا نار اسود. ربنا يستر يا فندم. انا عشت حياتي كاني واحده سنجل. انا اتخطبت والمفروض ان انا اتجوز.